راه جرى على امو كيقول ليها ما تجيش عندي للدار، هذه راه علامه الساعه. السلام عليكم احلى عائله، عائله كتب، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد نهار جديد. السلام عليكم خوتي احلى عائله، عائله كتب. اليوم جيت نعطيكم شي نصائح للناس اللي كيفكروا يجيو لاوروبا واللي مقبلين غادي يجيو لاوروبا، سواء الناس اللي بوراقهم والناس اللي سون بابي، الناس اللي جايين بلا هجره سريه. حيت ما عندي ما ندير لكم، كاين شحال من واحد بغى يجي بالهجره السريه، ولكن الغلب الله ما كنحرضكمش وما كنزعمكمش تجيو بطريقه غير شرعيه الخوت، حيت غتجي لينا تكرفص، حيت اوروبا تبدلات ماشي كيما كانت شحال هادي. وهادشي كنقول لكم راكم بحال خوتي، وكنقول لكم من القلب، والله الا من القلب اخوتي، راه هادشي اللي كنبغي راسي كنبغي لكم نتوما. زدنا شي مراحل صعاب هنا في اوروبا، ما كاينش اللي يعقل عليك، ماشي بحال البلاد هنا، راه يا راسي يا راسي، ما كاين لا خالي لا خالتي لا حتى حاجه الا من رحم ربي. راه السيد جات عند امو، راه كاع شفتو الفيديو في التواصل الاجتماعي، شفتي داك الفيديو يا حمزه؟ راه جرى على امو كيقول ليها ما تجيش عندي للدار، هذه راه علامه الساعه. المهم الخوت، غادي نعطيكم شي واحد لاباز خصكم ديروه. اول حاجه تجيبوا اللغه، ثاني حاجه تجيبوا الحرفه، شي صنعه شي حرفه في يدك، ثالث حاجه تجيبوا البيرمي ديالكم. كاين بزاف د الحوايج غادي نتعمقوا فيهم من بعد ان شاء الله، غنتعمقوا في اللغه. حنا دابا انت كتفكر باغي تجي لفرنسا، خصك تجيب اللغه الفرنسيه، اللغه الفرنسيه اللغه الفرنسيه راه واكله ليك الخبزينه في فرنسا. تمشي للالمان، ايطاليا، اسبانيا، الانجليز، راه ما غاديش تقدر تاكل لك في باغ اكزومبل بلجيكا، فهمتيني؟ بلجيكا، ولكن ماشي بلجيكا كامله، غير لو سود ديالها، لوكسمبورغ عاوتاني كوتي فرونسي، فرونسي في البلايص اللي من نواحي تماك، من الاحسن خصك تكون عندك اللغه الانجليزيه، فهمتيني؟ لونجلي فين ما مشيتي في العالم كدوي بها، فهمتيني؟ ماشي بحال باغ اكزومبل تدوي بفرونسي خصك تدوي بالبلاصه دي فرونسي، اسبانيا خصك تدوي باسبانيا، الالمان كذلك ومثال. اما لونجلي كدوي فباغشو فين ما مشيتي. كيما وكنوصيكم ديما على اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه فين ما مشيتي، كيما قال لكم حمزه، فين ما مشيتي راه غادي خدامه لكم اللغه الانجليزيه. هذا مسمار طرقناه وخصكم ديروا به، ماشي ما حدك جالس في الدار ما كدير والو كتفكر غتهاجر، سير دير ليكو، راه كيديروا السوايع ديال هادشي، تعلم اللغه في المغرب، راه فين ما مشيتي دابا تعلموا في التليفون، الانترنيت، اي حاجه. وهاد اللغه هادي بغيت تمشي تطلب خدمه، غتطلب بالعربيه ما غاديش تقدر تطلبها بالعربيه. باغي تمشي تعرفتي على بنت، باغي تهضر معاها، باش تهضر معاها خصك اللغه. في شحال من المجالات، كاينين مجالات بزاف بحال هكا. صافي دابا الخوت، طرقنا هذا المسمار ديال اللغه، اللغه ما نعاودوش فيها الهضره، وهذا الشيء راه ينفعكم ملي غتوصلوا لهنا. غادي نجيو دابا للحرفه ولا الصنعه. الحرفه ولا الصنعه راه مهمه بزاف، سواء الناس اللي جايين عندهم وراقهم، سواء الناس اللي حارقين، باش غتصرف الا ما خدمتيش على راسك، راه هنا ما كاينش اللي يعقل عليك. والماكله غاليه، المعيشه غاليه، ماشي غاليه، المهم غاليه قد داكشي، باش كتخلص خصك تصوفي راسك، خصك تكري، خصك الصير ديال الدار، خصك تخلص الماء والضو، شحال من حاجه. الحراف والصنايع راه خدامين مزيان، تجيب الحلاقه هي الطوب، هي اللي خدامه هنا في اوروبا اون جينيرال، مزيان خدامه، مزيان موكله الخبز. تجيب ميكانيسيان خدامه مزيان، تجيب الصباغه خدام تكون كتصبغ مزيان، القبص ميكانيك، راه هادشي كامل. والله يا الخوتي، راه كنقولها لكم، راه من قلبي، خصكم ديروا بهادشي، راه ماشي تجي لهنا وما كتعرف والو، راه تبدا ازيرو صعيبه وما كتعرفش اللغه وشحال من حاجه، وبلاد جديده وثقافه جديده وشحال من حاجه. خصكم تجيبوا هاد الحرف هادو، راه يعاونوكم مزيان، يعاونوكم في لافونيغ ديالكم، كيفاش تبداو، حيت الصناعه والخدمه هي اللي تفتح لك افاق جديده، تعرف على الناس جداد وشحال من حاجه. ياك اخويا حمزه، هادشي كاين، هادشي كاع اللي قال لكم حسن، والله الا هادشي اللي كاين هنايا ودوام معاكم زعما بهادشي هذا، بحال حنت حزازين عليه وداكشي علاش، فهمتيني؟ والله ما كنعتبركمش زعما، ما كنعتبركمش زعما مشاهدين ولا شي حاجه، والله الا كنعتبركم عائله ديالي، وبغيت لكم كاع الخير توصلوا حتى نتوما لهنا، لهاد البلاد السعيده، هاد البلاد اللي كيقولوا ليها بلاد الكفار، هاد البلاد اللي كيقولوها بلاد الكفار، راه باز ليهم، اش نقول لكم، راه هاد الناس راه خدامين بلادهم مزيان،
خدامين بلادهم مزيان وكيعطيوك حقوق، عندك لي دغوا ديالك، عندك ديالك ديالك ماشي ديالك ماشي ديالك ماشي. كاينين الناس حراقة ظلموهم شي وحدين، راه ماشي حراق ما غاديش يمشي ديكلاري، كيجيبوا لي حقو حتى لبين يديه، هذا ما عندوش لي بابيو كيجيبوا لي حقو حتى لبين يديه. والحاجة الثالثة أشنو هي؟ اللي هي البيرمي، وكنص عليها رخصة القيادة، البيرمي البيرمي وكنص عليه مزيان. راه الفوا تجي لهنا وما عندكش بيرمي راه صعيب تشدو هنا في أوروبا، صعيب تشدو، صعيب وغالي، غالي بزاف. راه كاين اللي كيتقام عليه البيرمي 6000 أورو 5000 أورو 4000 أورو باش تشد البيرمي. دير بيرمي في بلادك، جالس ما كدير ما عندكش بيرمي سير دير بيرمي، تقاتل شدو في البلاد، شدو بالفلوس باش ما كنشدو. ملي غتجي لهنا راه يقدر تشونجي. وعلاش انا قلت لكم البيرمي؟ حيت الخدمه ديال الناس اللي كيسوقوا لي كاميونيست، الناس الشوافريه اللي ترونسبور، راه خدامين راك عارف الكوال هنا ما كيبيش يخدموا ديك الخدمه ديال بقا يضربوا الطريق. راه عندنا حنا تبارك الله الشوافريه كيضربوها من طنجه حتى للكويره، كيضربوها من طنجه حتى للكويره وفي 3 ايام ومكرفص ومعذب هنا لهنا، راه كتسوق ساعتين تاع المكان ولوطوروت، لوطوروت نقيه وكلشي نقي، وكتشد لوطيل ديالك وكتنعس وكتمشي مرتاح ومخلصة مزيان. راه كتوصل هنا حتى ل 2000 اورو 2300 اورو الشوافري في الشهر، في الشهر. راه داكشي اش قلت لكم بيرمي راه مزيان، غتقول لي اه غادي نمشي لاوروبا وانا عندي بيرمي ولكن حراق، ولكن حراق وما غاديش باش غينفعني داك البيرمي، غينفعك باش نهار غادي يسال عليك ربي. حيت اي واحد هنا في اوروبا ما عنديش الوراق، غيجي واحد النهار كيسال عليه الله سبحانه وتعالى، كيدير لي واحد السبب باش يا في الزواج يا في كونطرا يا في شحال من حاجه. بحال كونطرا، بحال الا كنتي خدام مع شي واحد في الصباغه وانت حراق، ولا كنتي خدام ميكانيسيان مع شي واحد عنده شركه وداك الشيء ومخدمك شي عربي ولا شي حاجه مخدمك، شافك مزيان كتخدم مزيان وواعر وظريف وما كدير لا مشاكل، راه يقدر يقاد لك كونطرا. علاش قلت لكم جيبوا الحرف ديالكم؟ كذلك ملي غتقاد الوراق ديالك راه تمشي تدفع لهم، راه هنا ترونسبور دغيا تدفع لهم يقبلوك تخدم في شركه، تخدم في شحال من حاجه. وهاد الخدمه كيخدموا فيها العرب بزاف والناس ديال الرومان والناس اللي كاينين في اوروبا الشرقيه. والحاجه الرابعه اشنو هي؟ هي ملي غتجي لاوروبا ماشي تقول لي معول على خالي ولا خالتي ولا خويا ولا شي حاجه، راه صعيبه هنا، صعيبه القضيه هنا الخو، تكون ضرب الحساب ديالك اشنو غدير، فين البلاصه اللي غتمشي ليها مزيان تجي عند راه ماشي كنعمم كلشي الناس خايبين هنا في اوروبا، راه كاينين الناس مزيانين، ولكن ما بقاش كما كانت شحال هادي. دابا راه ما يعقلش عليك، راه شحال من واحد جات للمطار قطعت عليه عائلته التليفون وبقى بوحدو متشرد. خصك تعرف فين غتمشي وفين غتستقر وفين غتخدم واش غدير. كاينين جمعيات غيعاونوك، ولكن ما خصكش تعول على الجمعيات، حيت الجمعيه راه تعاونك شهر شهرين 3 شهور هكا، راه خصك انت تعطي من عندك تخدم تكري دير المستقبل ديالك. وكنتمناكم تستفدتوا من هذا الشيء اللي قلت كاملو، وكونوا خفاف ظراف على قلوبكم. انا وخويا حمزه خويا العزيز والله راه حتى هو عطاني شحال من معلومه، قال لي اش تقول لهم وشحال من حاجه، راه سبقني لاوروبا وعنده تجربه عليا. وحتى انا الحمد لله هذا الشيء اللي دوزت انا راه استفدت شحال من حاجه، وما بغيتكمش تعذبوا كما تعذبوا ولا يديروها بكم كما دارت بيا حتى انا واي واحد كدار به هنا في اوروبا. ماشي كلشي الناس راه تعرف حتى تعرف، راه ما غادي كما كيقول لك علم الانسان محدود وعلم الله مطلق. المهم الخوت نتمنىكم يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش ابوني ولايك وبارطاجيو مع صحابكم والناس المقبلين اللي جاونا لاوروبا. احلى عائله، عائله كاتب. شكرا بزاف، كنبغيكم بزاف، تشاو. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun beni beni, sahipsiz mezar olsaydım olsaydım.